أمار راح، هو ميت. كنت بعرف منيح إني رح أعملها. إيه، أنا السبب اللي صار. أنا قتلته. أنا بتمنى إنه أمار يضل بخير على طول. إيه إيه، عم بسمعك ولا يهمك. أنا حليت كل شي مبارح، وأنا متأكد إنه ما عاد يتكرر هالشي. إيه خلص، مثل ما عامل لك، صدقني. ماشي ماشي، طيب، ولا يهمك. إيه شو خير؟ شو عم بيصير؟ بصراحة موعد العرس تأجل يا أختي، لهيك نحن قاعدين عم نرتب كل الهدايا. إيه ولا يهمك. ديفيا، انتي مو زعجك هالشي صح؟ ابني كمان خاب أمله وانزعج. أبدا، ما في أي شي زعجني. ايه، كلها كم يوم مو أكتر. ولهيك عم فكر أعمل حفلة صغيرة نقدر نغير جو فيها، وكمان لروق مزاج ابني. شو رأيكم بالفكرة؟ ليش هيك سندورة مبسوطة فجأة من دون ما يكون في سبب؟ يا ترى شو في؟ أنا متأكد إنه في سبب. شو الموضوع أخي راجيف؟ أنت باين عليك غرقان بأفكار كتيرة. أنا بعرف إنه عم تفكر إني معصبة ومزعوجة من لما تأجل العرس، وهالشي زعجني. يمكن صح كنت معصبة، بس هلأ بما إنه كل شي عم بيصير مثل ما كنت بدي إياه وبأصوله هون، معناتها كل شي منيح، ما هيك؟ مين جايين بهالوقت؟ أنا كنت طالبة شوية أدوية لألي، رح أروح منشان جيبهم. ديفيا بنتي، أنت ارتاحي، أنا رح أفتح. مين؟ ست سندورة؟ أمار. أنا أمار، أمار ست دار باد هاي. أنت؟ غريب، أنت ما عرفتيني صح؟ في ملف كنتي قايلتي لي إني سلمه، والشغل براتب 10,000، ما عرفتيني؟ لحظة لحظة شوي، شبك. شو عم تعمل هون؟ ست سندورة، اجيت مشان قلك انه انا وصلت لهنيك ومعي الملف، بس هنيك فجأة صار في فوضى كتير،
أنا وقتها غميت، ولما فقت سألت إذا صار هزة أرضية بس قالوا لي لا، في رصاصة تقوصت. كتير شوك. أنا كتير كنت مرعوب، بس بوقتها بعد ما أنا فقت حسيت إني نجيت. حتى بعد هيك أنا استنيت هنيك بس ما حدا إجا لياخد الملف. لهيك فكرت إنه من المنطقي إجي لعندك عالبيت وأعطيك الملف، لهيك أنا إجيت لشوفك هون. بس بتمنى إنه ما أكون غلطت. شو عم تساوي أختي كل هالوقت برا؟ مين إجا؟ روح شوف شو الموضوع. بس أنا عملت الشي المزبوط، قليلي ما معي حق؟ إيه ماشي، أنت عملت الشي المزبوط. وهلأ بتقدر تروح وارتاح شوي ببيت المزرعة، أكيد رح أتصل فيك إذا في شغل، ماشي؟ إيه. شو صار لك؟ ليش مانك عم تروح؟ لا بس بدي أتشكرك كتير، شكراً لك، شكراً لأنك عطتيني شغل غير شكل وأكيد براتب منيح. ماشي ماشي ماشي. يلا روح. خالي ليلي، مين إجا هلأ؟ لا ما حدا بنتي، بس واحد كان مضيع طريقه إجا ليسأله يعرف العنوان وأنا دليته. يلا خلينا نفوت. الشاب هو أحسن واحد، ما في حدا بيشبهه بالمنطقة، كمان بحياته ما غلط بتحقيق هدف بالمرة. اللي ما صار أبداً لحد اليوم كيف صار هلأ؟ وكيف غلط هالغلطة؟ وكيف ما قدر يقتله لأمار؟ مدام، أنا ما بفهم كيف هرب، أنا حاسس في شي ساعده، وهالشي مو ممكن يصير إنه الشاب يقوصه ويقدر يهرب. هالشي ما بيتصدق مدام، ونحن تفاجأنا باللي صار، قدر أمار أنقذه، ما في غير هالسبب. رح قلك هلأ أنه قدر أمار أنقذه. قدر أنقذه ولا شي تاني، أنا ما بيهمني هذا الحكي، بس اللي بيهمني أني كنت موكلتك بمهمة بتعنيلي واللي كنت كتير ناطرتها وحضرتك ما نفذتها. يا مدام بس عطيني فرصة تانية، وعد ما في خطأ هالمرة. الفرصة والقدر مو ممكن طلبهم بسهولة، بس بتعرف إنه أنا قلبي طيب، مو بس لتقتل أمار أنا رح أقبل، بس كرمالك أنا رح أعطيك فرصة جديدة، حاول ما تضيعها من إيدك وانتبه منيح. وانت التاني أعطيني سلاحك فوراً. أختي أنت شو عم تعملي؟ أنا بختبر نفسي بس يا ساندرا، بس يا أنا بدي أشوف إذا لساتني عندي نفس القدرة اللي كانت عندي إياها قبل سنين، وأتأكد إذا سندورة لساتها قوية ولا لا. يا مدام بس انت شو عم تعمل؟ ما بدي ولا واحد منكن يقوص رانجا او حتى يأذي. واذا كان بده يهرب عادي خليه يروح. يا مدام لحظة، يا مدام هلأ
ما في فايدة ولا في أعذار رح تقدمها بالمرة. هلأ أنت غلطت غلطة ولازم تدفع ثمنها، وهذا الثمن بيتحقق بس من خلال تضحية بحياة حدا غيره، إما حياتك أو حياتي. يلا هلأ تعال خلينا نشوف مين بيصوب ومين الأقوى. يلا حميل سلاحك، خلينا نشوف وين حظك أنت. القدر نصيب. واحد، اثنين، ثلاثة. شو هادي اللي عملتيه يا أختي؟ هو أثبت لك ولاءه من خلال تصويب السلاح على حاله، ما هيك؟ الموضوع مو متعلق بالولاء، متعلق بذكائه. هي شغلة منيحة ومعروفة منيح مهابة سندورة، بس ما فادته، ما فهم دماغها لسندورة وكان مو مناسب للحياة. هدول الأشخاص أنا بكرههم لأنه ما بيكملوا مهمتهم. كان المفروض إنه يكمل المهمة منيح، لهيك خسر حياته. بس هلأ هي مسؤوليتك إنك تقتل أمار، عم تفهم علي؟ وبدي تنجز المهمة مظبوط، والليلة بالذات كل شي بدي إياه يكون تمام. حاضر. شو مناسبة هذا الاحتفال؟ السيدة سندورة أمرتنا من شان نقدم لك عناية خاصة. ماشي، خليني أجرب. آخر مرة أكلت شي طيب؟ قصدي وقتها كنت موجود ببنارس. هلأ ذوق هاي وشوف قديش طعمتها طيبة، انعملت مخصوص لإلك. لإلي؟ إيه؟ هذا بيسموه تعباية بطن. هلأ أنا رح روح وارتاح شوي، صار وقت النوم عندي، بتمنى ما حدا يزعجني. إيه؟ إيه؟ ما تنسى، أهم شي بعت لي كاسة حليب سخنة على الغرفة وتكون كبيرة. تكون كبيرة؟ ايه كبيرة. أنا رح روح هلأ. تفضل. هلأ استنى وشوف، حبة المنوم رح تعطي مفعولها بعد 10 دقائق. الو ديفيا، شو وينك انتي؟ الظاهر انك نسيتي انه عازمك على العشاء. انا اسفه كتير سمرات، انا عن جد نسيت هالشي. فورا جاي لعندك على الغرفه. ماشي. انت شو جابك لهون؟ سمرات، في شغله مهمه لازم اقول لك اياها. كامنا، انا مشغول كتير وما بدي احكي. ليش انت مشغول مع ديفيا؟
ما أنا شغلك بالمرة أنا مع مين بكون مشغول. قلت لك إني ما عاد بدي أحكي معك. أنا اليوم ما رح أروح من هون قبل ما أحكي بالقصة. شو هالحكي؟ قولي لي شو الموضوع بسرعة. سمرات أنا كامنا شو الموضوع؟ خلصيني أحكي. سمرات أنا هلأ حامل بابنك. وين راح؟ مو قال لي تعال عندي؟ قال لي انت ليش جبتني لهون هلا؟ بغرفتي ما قدرت اعبر لك عن فرحي بهذا الخبر اللي طير لي عقلي على الاخر، صدقيني. لانه انا هلا كثير مبسوط، صدقيني ما بتتخيلي قديش الدنيا مو واسعتني من الفرح، مو معقول. بس بتعرفي؟ كنت حابب لو كان هذا الخبر ونحن متزوجين وعايشين مع بعض ببيت واحد. بس عن جد أنا آسف، آسف كتير. أنت عن جد هلأ مبسوط؟ أنا فكرت أنك شو فكرتي؟ ولا شي. بس لحظة سمرات، طيب قلي شو مشان زواجك؟ مسألة زواجي من ديفيا لا تخافي منها أبداً كاملة. بس ليكي، أنا ما بقدر أرفض ديفيا هلأ هيك فجأة، لأنه أنا بحاجة لشوية وقت لحتى أكشف هاي الحقيقة لكل العائلة. إيه؟ ما بتتصوري قديش أنا مبسوط لأني رح صير أب ورح يجيني ولدي ناديلي يا بابا. مو معقول عن جد؟ أنا أكلت كتير اليوم. شو هاد؟ كأنه بيل. خليني خبيه بيلزم. الأكل كان كتير طيب، وهذا التخت مريح. شو هالحياة الحلوة هي؟ يا سلام، أكل طيب وتخت مريح. مع السلامة ساهر، وأخيراً خلصت منك. فيك ترجع يا ترى وشوفك مرة تانية؟ بس بتعرف شو؟ النجوم كانوا رح يوحدوك ويزوجوك من فدية بعد شهرين، بس ما سبق إنه حدا وقف قدام سندورة وعارضها. أنت ولا شي، أنت ما بتقدر تعلق معي حتى إذا بتعيش ألف حياة جديدة. مع السلامة، انتهينا، خلصنا، انتهينا.
خالتي، وين كنتي لهلا؟ أنا صار لي زمان كتير عم بستناكي هون. شو بدك وين كنت؟ بعدين قلي أنت شو عم تعمل بغرفتي؟ هو بصراحة في مشكلة كبيرة. كامنا طلعت حامل، وأنا بكون أبو لها الولد. بس يا خالتي هي مفكرتني إني بقدر أتزوجها. أنت ما رح تلغي هالزواج من ديفيا لو شو ما صار، ولا بأي شكل بيلتغى. الأحسن هلأ تفهم هالشي هاد. وأنا كمان مو متمني إلغي الزواج تبعي، بس أنا ما بعرف كيف أتصرف مع كامنا هي والحمل تبعها. ليش ما فكرت بهالشي قبل ما تغلط؟ أنت بتفكر إنه فيك تغلط على طول وما بيهمك، لأني أنا بنقذك دائماً. أنا من زمان كتير بسامحك وعلى طول بساعدك. دلالي هو يلي نزعك. بس يا خالتي أنا سامرات، إذا ما بتقدر تحل هيك مسألة صغيرة مشان ما تأذي حدا، قلي كيف رح تدير حياتك بعدين. إذا هي بدها تتزوجك إيه ماشي، روح تزوج منها. شو؟ طالعة برات البلد لشي مكان وتزوج منها زواج سري ما عليه ولا شاهد، وهيك بتكون حليت القصة كلها. وبعدين اقنعها إنها تعمل إجهاض وخلاص من القصة كلها. بس دير بالك، لازم تعملها بأسرع وقت قبل ما أي حدا يعرف بقصة الحمل تبعها. شكراً خالتي، شكراً من قلبي. أنت عبقرية يا أختي، بس ليش بدك إياه يتزوج ديفيا؟ أمار برات حياتنا وبعيد عنا، ما هيك؟ معناها ليش ما بتقولي لديفيا الحقيقة بخصوص كامنا؟ لا ساندرا، أنا هلأ بدي إنه زواج سامرات وديفيا يصير. بتعرفي ليش؟ لأنه القدر بده يوحد ديفيا وأمار مرة تانية، أنا متأكدة من هالشي. ولهيك أنا حابة إني أهزمهم مرة تانية وما أسمح لهم يفوزوا علي. اللعبة شوي صعبة بس رح تكون ممتعة. بالمناسبة بهذا الوقت بالذات أمار مات. بترجاكم افتحولي. أمار حدا يفتح لي. حدا يفتح لي، ما في حدا هون. لا، ليش حاسة انه هو موجود هون وقريب مني كتير؟ أمار كأنه واقع بالمشكلة، أنا هيك حاسة. يا ربي دخيلك،
أنت الأعلم بكل شيء يا ربي. يا ربي دخيلك ساعده، إذا كان وقع بأي مشكلة احميه ووقف معه دائما. يا ربي تحميه وتساعده يا ربي. شو صار مع السيارة؟ العم؟ لا، ما فيها نقطة مي. شو هالورطة اللي وقعت فيها؟ من وين بدي اجيب مي هلا انا؟ يا ربي دخيلك تساعدني. بجوز تلاقي مي هونيك. في حدا هون؟ بترجاكم افتحوا لي. اجا الليل وراح الليل وبعدك على حبيبي بعدك على. بترجاكم ساعدوني. شو هاد؟ صوت جاي من هالجهة. لك حدا يطالعني. مين في هون؟ مين في هون؟ ساعدوني ساعدوني، طلعوني من هون. مين هاد؟ من هون راح اختنق. سامعني؟ راح اختنق. لا مو معقول، كأنه في شي حدا مدفون وهو عايش. استنى يا أخي، أنا هون، لا تخاف، لا تأكل هم، أنا رح ساعدك. لا تقلق، أنا رح طالعك. لا تخاف، أنا عم ساعدك. أمار، أمار أنت هون؟ قلتيلي إنه رح ندعي اليوم صح؟ لهيك جهزت حالي. هلأ روحي أنتي وجهزي حالك. إيه؟ أي ولكي بنتي، بهذا اليوم بدي تلبسي الساري الأحمر. إيه بنتي، كثير حابة أشوفك بالساري الأحمر. أكيد خالي، رح ألبس ساري أحمر مثل ما بدك. وبتعرفي شو كمان؟ في كتير تحضيرات عم بتصير برا، لما كل شي يجهز أنا رح ناديلك تطلعي. ماشي حبيبتي، لحظة شوي، ساهر رجع. ما انتي لا تاكلي هم شي، أكيد رح يرجع. أنا كنت جاي على دلهي مشان عبر لها عن حبي لديفيا. صدقني كل شي قلت لك إياه هو اللي صار معي بالضبط. لهلأ ما عم بفهم مين بده يقتلني ويتخلص مني بهالشكل هاد وبهي المدينة. أنا حتى ما بعرف أي حدا وما أجيت لهون من قبل. بس في حدا بهي المدينة أكيد بيعرفك.
ليك أنا متأكد من هالشي. هالشي مؤكد بشوفتك مدفون تحت الأرض. بس ببيت مثل هيك زعيمة كبيرة. بس يا ترى شو سبب حقد علي كل هالقد؟ لك أنت فهمني. ما بعرف، أنا حاسس إنه في عقبة عم توقف بيني وبين ديفيا. في شي غريب ما بدو يانا أنا وديفيا نجتمع. وهلأ شو؟ رح تتراجع بسبب الخوف من اللي صار؟ لا مستحيل، أنا ما رح أستسلم لو شو ما صار. كتير حلو هالحكي، برافو عليك. وطالما أنا معك لا تهكى الهم، دائما رح كون موجود. أنا بتشكر. ليك أنا نجيت من الموت مرتين، ما ضل عندي خوف، مو مهم شو بيصير، ما عادت خايف. وبالحقيقة أنا قلت لأمي أني رح أرجع ومعي عروستي ديفيا، مو مهم شو بيصير، بس بالآخر رح كون مع ديفيا. عن جد؟ هو رح يجي؟ إيه؟ بترجاكي وعديني أنه ابني أكيد رح يجي. أنت اللي رح تجيبي؟ أنا وعدتك من قبل إنه هو أكيد رح يجي. بتمنى إني أقدر لاقيها لديفيا، بتمنى ما يخيب أملي، لازم إني اجتمع فيها، بتمنى ما يكون فات الأوان، حتى إني كمان كتبت رسالة. إيه بتمنى ما يخيب أملي ويتحقق اللي ببالي، لازم ألتقي فيها وشوفها كمان بأسرع وقت ممكن، هذا اللي بتمنى. هذا أنت؟ قل لي شو القصة، شو هالصدفة الحلوة؟ هلأ كنت عم بتمنى إني شوف ديفيا واجتمع فيها بأقرب وقت. قل لي يلا لشوف، أنت شو عم تعمل هون؟ كل يوم نجي لهون من الصبح ومنعمل دعاء جماعي لحتى تنحل كل مشاكلنا ونتوفق بكل شي بدنا نساويه بحياتنا. أنا بس بدي أتمنى أنك تلاقيها بأسرع وقت ممكن، وبتمنى أنه تنزال كل العوائق بيناتكم وترجعوا تلتقوا من جديد. لك اتفضل، كل العوائق راحت. شكرا. شكرا، امشي يلا. ماشي ساندرا، نحن لازم نمشي على مومباي فورا، في عنا اجتماع مهم رح ينعقد بالقيادة ولازم أحضره. ماشي أختي، معناها أنا رح أحجز التذاكر. بس أختي. طيب أختي شو من شان أمار؟ المهم هلأ إنه ميت، ولما الناس يعرفوا إنه أمار مفقود وما عاد مبين ما رح يكون في ولا أثر يدل عليه، وأساساً مين ممكن يلاقيه ببيت المزرعة تبعنا؟ امشي، نحن رح نتأخر. بكل الأحوال ليش ضياعة الوقت بالحكي عن زلمة ميت؟ يلا. ديفيا قلي لي شو بدك تشتري؟ اي بدي جيب ساري أحمر. في شغلة عم لاحظها من كذا يوم، انت هالأيام كتير ساكتة، في شي سبب محدد؟ لا ما في شي من هاد. أكيد؟ طبعا أكيد.
مع السلامة. كارتار سينغ، امشي، في عندي حساب لازم صفيه. ايه لوين رايح؟ ايه مزبوط، معك حق. واعطيني شو عرفتني؟ شوفي مين انتو؟ إيه؟ تعال عندي، تعال يلا. شو بدهم فيه؟ خليك تحت جناحي. يا سلام، طلعت انا اذكى منك بكتير، ماني واحد اجداب. اسمي امار سدر. شوفي يا اخي، شو صار يا اخي؟ قوم لعندي. اسكت، لا تضرب، لا تمد ايدك، حتى انا لي اسم لك. مين انت؟ رح علمك اياه، رح علمك اياه. يلا بسرعة، أعطيني جوالي والأساور. خود. شو وين الأساور؟ أنت خراز. وين صاروا معك؟ شكلهم سارقين منهم شيء. هاتوني إياه. معهم حق يضربوهم. وصلك حقك؟ عن جد؟ أنا رح فرجيك. خود الشوطة لكان. إلع. سمعتوا لا؟ سمعت ليك، لا تتحرك. واحد اثنين. استاهلوا اللي صاروا فيهم. رجعتهم. ما كنت قايل لك انه اليوم هو يوم حظي؟ هدول اساور امي، وانا بتمنى اني لاقي البنت اللي رح تلبسهم. بتمنى. يعني أنا ما عم بفهم ليش اللون طالع هيك. بسبب الإضاءة يمكن. إذا بتحبي فوتي جربي. إيه؟ رح يكون أحسن. يلا شكرا. ليلي شو في كامنة؟ سمرات، صار لي زمان كتير عم استناك، وينك أنت؟ قلت لك إني جاي، استني كمان شوي، ما رح أتأخر. إيه؟ طيب. حاشت تتحرك رح توقعني. تعرف شو، انا متاكد اني رح لاقيها لديبيا ورح نكون مع بعض من جديد. يلا 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 روح من هون. Thank you.
وقف وقف وقف، قلت لك وقف. لوين رايح؟ استناني هون، رح روح شوفها وارجع لك. ايه؟ لك استنى استنى. معلم، وين هديك البنت؟ استاذ، في كتير بنات بيجوا لعنا عن محل. عن مين عم تحكي؟ هديك البنت كانت لابسة توب أصفر وكانت حاملة ساري أحمر بإيدها. أوه، عم تحكي عن هديك البنت؟ إيه إيه، كانت عنا من شوي مشان تشتري ساري، بس خلصت شغلة ومشيت. شو صار لك؟ كارتار سينغ، ديفيا كانت هون، هي بالسوق. لك أنت عشقان لهيك بتشوفها بكل مكان، بجوز أنت عم تتخيل. سكوت، على طول مزح مزح مزح. لك أنا عم قلك أنا متأكد إني شفتها، متأكد. لا تزعل مني كارتار، بترجاك ابتسم ولا تزعل مني، خلينا نروح ونلاقيها بسرعة. ابتسم. إيه؟ امشي يلا. امشي يلا. ديفيا؟ نعم. طالما اشتريتي كل أغراضك فينا نمشي؟ بصراحة كانت خالة أوما قالتلي اشتري مجوهرات لابقى مع الساري. طيب اسمعيني ديفيا، هاي محل المجوهرات، روحي ونقي شو ما بدك من عنده، أنا عندي شغلة ورح أرجع. ما رح أتأخر عليكي، استنيني. ايه بس سام. كامنة، وأخيراً أجيت. أنا آسفة أزعجتك ودقيت لك كتير، بس شو بدي أعمل سمرات؟ لهلأ الموضوع مخبى عن الكل، كلهم رح يدروا بعد كم يوم ورح يلاحظوا أكيد. شو بدنا نعمل؟ أنا بوثق فيك كتير سمرات، بس نحن هلأ ما عاد معنا وقت. شو بدي أقول إذا حدا سألني عن القصة؟ قلي شو بدنا نعمل هلأ؟ لك قلي أخي كارتار، لوين راحت بهالسرعة الرهيبة؟ لوين راحت؟ دور معي، فيك تشوف شيء؟ يا عيني عليك، كيف بدك ياني أعرفها؟ وأنا ما سبق وشفتها أبداً وما بعرف كيف بيكون شكلها. إيه والله معك حق بهذا الشيء، الوش الأكثر جمال حوالينا ورح تلفت انتباهها كتير بنعومتها. هي هي ديفيا، هيك بتكون ديفيا. يلا دور معي. طيب ليك، خلينا ندور هنيك أحسن ما نضل واقفين. امشي امشي. ما عم أفهم أي شيء سمرة. اشلحي من رجليكي. يلا. تعالي. امشي. امسكي هدول. وهلا لابسيني هذا الطول. شو عم تستني؟ لا لا استني كامل، ما في مشكلة، انت ما كنتي واثقة فيني ما؟ شو؟ منيح هيك؟ هذا اللي كان بدك يا؟ عم لك الحقيقة كامل، ما في وحدة غيرك بحياتي وما في مكان لأي وحدة غيرك. بس يا سامريات، كيف بهالسهولة حتلغي زواجك؟ أنتي لا تاكلي هم بخصوص هالأمر بالمرة، بس خلي ببالك شغلة بخصوص زواجنا هاد، ما حدا لازم يدرى بأي شيء،
لأنه إذا أي حدا بيعرف بخصوص هالشي فرح تكون في مشكلة كبيرة. روحي هلأ على البيت وإنتي مبسوطة ماشي؟ أنا بدبر كل شي. يلا روحي روحي وإنتي مطمنة. أنت تزوجت زواج بالسر يا سمرات سينغ، وهلأ منطلع مشان شهر العسل ليوم أو يومين، ورح خليها تنزل الولد هنيك، بعدين بتركها هنيك وبتزوج هون، وأنا بالي مرتاح.